هؤلاء الجنود هم أعضاء ينتمون للجيش السوري الحر، طلبوا منا تتبعهم في هذه المدينة. يمكن رؤية علم المعارضة السورية يرفرف بوضوح فوق أحد أسطح خزانات المياه، فالكثير من مناطق العاصمة لا تقع تحت سيطرة النظام بعد الآن. اجتمعنا وعدد من الصحفيين لرؤية المدى الذي نستطيع الوصول إليه في هذه المنطقة، كما سمعنا بوجود جنازة في حي سقبة الذي توقع البعض أن تكون مناطق كثيرة منه تحت سيطرة الجيش الحر. أيضا نحن انشقينا بالأسلحة، أنا معي دبابة وجماعتي انشقينا بالأسلحة. أعضاء الجيش السوري الحر يقولون إن مهمتهم هي حماية المدنيين من قوات النظام، ورغم أن الجيش الحر مكون من جنود منشقين عن النظام، إلا أن أعداد المدنيين المنضمين له في تزايد مستمر. نحن على بعد أقل من 15 دقيقة من العاصمة دمشق، ويمكنكم أن تروا المشهد هنا. نحن لم نتعرض للإيقاف في طريقنا إلى هنا، ويبدو أن المنطقة حاليا تحت سيطرة الجيش السوري الحر بأكملها على أقل تقدير. ويوجد أحد المصابين بداخل إحدى المركبات التي كانت تتجه نحو الحي، جرح في أعمال عنف في اليوم السابق، وقيل لنا أنهم اضطروا لنقله من عيادة سرية تحت الأرض إلى عيادة أخرى لعلاجه. وقد قام الناشط الذي كان معنا بالإشارة إلى المواقع التي يتمركز فيها أعضاء الجيش السوري الحر، فالناس كانوا يهتفون بشعارات تطالب بإسقاط النظام وإعدام الرئيس السوري بشار الأسد في وسط الميدان الرئيسي، بينما كانوا يحيون مقاتلي الجيش الحر في المنطقة. يحاول الناس التحلق حولنا دائما ليعرضوا آثار إطلاق الرصاص، فهذا الرجل يقول إن المبنى تعرض لهجوم صاروخي وقد تمكنوا من إصلاحه مؤقتا. الجميع يريد أن يروي قصته ليتمكن الناس من فهم المعاناة التي يمر بها سكان المنطقة، لأنهم يطالبون بالحصول على حرياتهم. وقد احتشد الناس في الشارع حاملين جثة أحد الرجال الذين قتلوا إثر إطلاق رصاص من قبل قناصة النظام في منطقة أخرى على حد قولهم. ومع بدء سكان المنطقة بالدعوة إلى الجهاد، انتشرت إشاعات بقدوم قوات الأمن الموالية للنظام السوري، ما أدى إلى بث الفوضى ونشر الارتباك في صفوف المتظاهرين. ورغم أنه كان إنذارا خاطئا، إلا أننا سمعنا أن قوات الأمن تحاصر المنطقة. ومع خروجنا من المنطقة قادنا السكان إلى شارع آخر، قائلين إن هناك اشتباكات في الجهة الأخرى، إلا أن الطريق كان مسدودا أيضا لوجود قناص على نهاية الطريق. قد تكون الحكومة السورية مسيطرة على مركز دمشق، إلا أنها تفقد السيطرة على ضواحي عاصمة البلاد المضطربة.